نبتدي نتكلم دلوقتي على تيبيكال اي سي جي سيستم. نبص على السيجنال بروسيسنج تشين الموجوده في اي جهاز اي سي جي، وعامه دي ممكن نعتبرها برضو ممكن تنفع لاي جهاز في الكتروفيسيولوجيكال سيجنال زي الاي اي جي او الاي ام جي، نفس الحاجه تقريبا. بيبقى في عندنا مجموعه من الالكترودز بتاخد السيجنال من البيشنت، بيبقى في عندنا بروتكشن سيركت هدفها ان هي تحمي الجهاز من اي فولتجز جايه من البيشنت ممكن تكون دينجرس على الانبوت سيركت بتاعت الجهاز. بيبقى في عندنا سيجنال سيلكشن ستيج ممكن من خلالها نختار واحده من دول هي اللي يحصل لها بعد كده سيجنال كونديشننج وفلترز، وبعد كده في الاخر بتدخل على الكمبيوتر عشان تتعرض. طبعا هنا احنا ممكن يبقى في عندنا عدد كبير من السيجنالز، نختار العدد اللي احنا محتاجين نستعمله وهو بس اللي بيدخل على اساس ان احنا نقلل تكلفه الجهاز، لان ما نضطرش نعمل بقى بارلل سيجنال كونديشننج وفلترز والوكيشنال كونفرترز لكل واحده من السيجنالز المختلفه. بيبقى في عندنا مرحله مهمه جدا برضو اسمها سيجنال ايزوليشن، بهدفها ان هي تخلي البيشنت معزول عن الاي سي اللي موجود عندنا في جهاز الاي سي جي، وبالتالي بنحمي بيه الجهاز، بنحمي بيه البيشنت. طبعا بيبقى في عندنا كمبيوتر او مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر وات ايفر حسب التكنولوجي بتاعت الجهاز، هي بتكنترول السيلكشن لاينز وبتكنترول كل المراحل الموجوده عندنا في الجهاز علشان في الاخر تسمح لليوزر انترفيس ان هو يعرض السيجنال، وممكن يبقى فيه كنترول من اليوزر انترفيس على اللي بيحصل في السيجنال بروسيسنج. ممكن يبقى فيه برضه بعض الاحيان يبقى فيه ديجيتال تو انالوج كونفرتر ياخد برضه سيجنال من الكمبيوتر ويعمل لها صوت، يطلعها عن طريق سماعه يطلعها كصوت مثلا، فرضا عايزين نسمع كل نبضه مثلا نسمع بيب مثلا ولا حاجه، ممكن يتم من خلال حاجه زي كده.